مرحبا. تقسم السنة الدراسية في الجامعات الألمانية إلى فصول دراسية. يستغرق الفصل الدراسي في العادة مدة 6 أشهر، وفي فصل الخريف يبدأ الفصل الدراسي الشتوي، وفي الربيع يبدأ الفصل الدراسي الصيفي. تبدأ معظم المراحل الدراسية في الفصل الدراسي الشتوي، ولكن البعض الآخر يبدأ في الفصل الدراسي الصيفي. يتم تقسيم الفصل الدراسي إلى مرحلتين، مرحلة تمتد لحوالي 15 أسبوعاً تلقى فيها المحاضرات، ويطلق على الوقت المتبقي الذي لا تكون فيه أنشطة تدريسية وقت بدون محاضرات. يقوم الطلبة في الوقت الذي لا تلقى فيه المحاضرات بإعداد البحوث الدراسية أو التدريب العلمي الخاص بهم. وفي بعض المراحل الدراسية يتم حتى أداء الامتحانات التحريرية أيضا. بما يخص التوقيت الدقيق لسير الفصل الدراسي، فهو يختلف من جامعة إلى أخرى. لذلك فنصيحتنا لكم، وجب عليكم دائما التحقق من المعلومات على الموقع الإلكتروني للجامعة.